إجراء تحييم طفيف في أسعار بيع الشرينة الرفيعة وسميد المعلب دون معناه سميد اللي يباع في شكل صبة. الشرينة المعلب الرفيعة كانت بسرعة 100 ولا 850 والسميد كان 680 ولا 790 كيلو. لكن الإجراء هذا شمل السميد والشرينة الرفيعة المعلبة في أكياس ذات كيلو 5 كيلو 10 كيلو و 20 كيلو بداية من 9 ديسمبر. الهدف من هذا كما قلت توحيد الأسعار بين مختلف العلامات خاطر قبل كل علامة عندها سوق وإجراء التحيين هذية تفيف الأخذ بعين الاعتبار لارتفاع كلفة مواد اللف ومواد التعليم معناها الأكياس.